اهلا بيكم، انا ابراهيم صلاح، والفيديو هنتكلم فيه عن الغاء امتحان اليو اس ام ال ستيب 2 سي اس. طبعا من الاخبار المفرحه والعظيمه مع بدايه 2021، يعني الفتره اللي فاتت كانت يعني صعبه بشكل كبير على ناس كتير بسبب يعني ظروف كوفيد. يعني ده خبر كويس، ويعني خبر يعني يبعث على التفاؤل كده للاي ام جيز اللي بيحضروا الامتحان اليو اس ام ال. يعني سريعا كده بس ندي نبذه عن الباسوي اليو اس ام ال. انت عشان تقدم لبرنامج النيابات في يو اس اي يو هاف تو بي يو اس اي سي في ام جي سيرتيفايد، وعشان تحصل على الاي سي في ام جي سيرتيفيكت انت المفروض تمتحن يو اس ام ستيب 1، يو اس ام ستيب 2 سي كي، ويو اس ام ستيب 2 سي اس. طيب فور بوث يو اس ام ستيب 1 ويو اس ام ستيب 2 سي كي انت ممكن تمتحنهم بره امريكا، يعني موجود تيست سنترز للامتحانين دول في معظم دول العالم، فانت مش محتاج انت تسافر امريكا عشان تمتحنهم. هما الامتحانين ريتن اكزام في شكل ام اس كيو. اوكي، طيب بالنسبه لامتحان يو اس ام ال ستيب 2 سي اس، الامتحان ده المكان الوحيد اللي تقدر تمتحنه فيه هو امريكا، عشان كده انت محتاج تسافر عشان تمتحن الامتحان ده. بالنسبه لامتحان يو اس ام ال ستيب 2 سي اس، هو كلينيكال اكزام، يعني بيأسس ثلاث حاجات: السبوكن انجلش بروفيشنسي، الانتجريتد كلينيكال انكاونتر، والكوميونيكيشن انتر بيرسونال سكيلز بتاعتك. الامتحان مش امتحان صعب، بس يعني كتير جدا من الناس بكل سهوله بتعدي الامتحان، وكتير جدا برضو من الناس بكل سهوله مش بتعدي الامتحان. فيعني امر محير حول الامتحان ده. وفي نفس الوقت كتير جدا من البروجرام دايركتورز كانوا يعني بيبصوا اللي انت عديت الامتحان ده من اول مره ولا من تاني مره ولا ايه. فعشان كده بجميع المقاييس الغاء الامتحان ده امر كويس. طيب مع بدايه 2020 حصل سسبنشن للامتحان طبعا بسبب ظروف كوفيد، واتاحوا خمس يعني طرق كده، فايف باس ويز، للناس اللي هتقدم على ماتش 2021 كبديله لامتحان السي اس، من ضمنها امتحانات كلينيكال لشهادات اخرى. الخمس طرق دول كان بيجمعهم ان الشخص لازم يمتحن امتحان او اي تي، كوبشنال انجلش تيست. ان شاء الله اعمل فيديو قريب عنه. الكوبشنال انجلش تيست هو امتحان زي الايلتس، ولكن هو طبي، بيأسس برضو الفور اسبيكتس: الليسننج والريدنج والرايتنج والسبيكينج. برضه هسيب في الديسكريبشن بوكس تحت لينك القناه، حد من الدكاتره كويسين جدا بيتكلم بشكل تفصيلي عن الايلتس، وبيقدم ليها كورسات اصلا بشكل فري يعني. طيب نرجع لموضوعنا. فهو حصل سسبنشن، وكان يعني اعلنوا ان بعد 12 ل 18 شهر الامتحان هيرجع تاني، ممكن يرجع بشكل فيرجوال كده او ان هو يرجع بالشكل الطبيعي، بس ما كانوش حددوا وقتها. امبارح اعلنوا ان الامتحان كانسل. يعني خلينا كده نبص على الـ على الـ على الويب سايت، يعني السكرين شوت دي من على الويب سايت بتاعهم. ده طبعا في تاريخ 26، هو المفروض اهوت بعد السسبنشن اللي حصل في 2020، المفروض ان كان يبقى في اناونسمنت ان هو يرجع بعد 12 ل 18 شهر، ولكن after reviewing current and anticipated progress of the exam and in consideration of the rapidly evolving medical education practice and technology landscapes, we have decided to discontinue step 2 CS and we have no plans to bring back step 2 CS. تمام. فيعني ده اعلان ان هم وقفوا امتحان ستيب 2 سي اس، وما فيش انتنشن ان هو يرجع تاني. طبعا ده خبر كويس جدا، يعني زي ما قلت لكم ستيب 2 سي اس كان من الامتحانات اللي يعني امتحانات عارفين اللي هو السهل الممتنع ده، الى جانب كمان الاعباء الاخرى. يعني من مميزات الغاء الامتحان ده اول حاجه ان احنا مش هنتكلف التكلفه الماديه، الامتحان اصلا لوحده ب 1000، يعني اخر رقم سمعته تقريبا 1500 او 1600 دولار، غير طبعا تكلفه الاقامه في يو اس اي، غير طبعا مشاكل الفيزا والرفض بتاعها، فغير طبعا فكره ان الامتحان باص وفيل فقط، وزي ما قلت ان ناس كتير جدا
يعني مش بتعدي الامتحان من اول مره، وناس كتير بتعدي. وكمان نقطه ان دايما البروجرام دايركتور بيبص على الامتحان ده بالذات، انت يعني عملت فيه ايه. فبجميع المقاييس ده حاجه تدعو للتفاؤل. يعني انا شايف ناس ممكن يعني تفهم الامر ده غلط، او ان ده حاجه مش، لا ده حاجه كويسه، ده حاجه كويسه. انت دلوقتي عشان تقدم على الماتش محتاج ان انت تخلص ستيب 1، تخلص ستيب 2 سي كي، وكمان الاو اي تي. طبعا في باس ويز اخرى، انا اعتقد دول كان هم متاحينها للناس اللي تقدم في ماتش 2021، اعتقد ان هي مكمله واضافوا لها باص جديد. ولكن الحاجه اللي هتجمعهم هي امتحان الاو اي تي. طبعا الاو اي تي برضه ليه فاليديتي، يعني اي ثينك ان هي 2 ييرز، فطبعا هيبقى اخر مرحله بالنسبه لك يعني. فبشكل عام ده حاجه يعني تدعو للتفاؤل وتشجعك ان انت يعني تكمل لو انت في الباسوي بالفعل، وتشجعك ان انت تبدا لو انت اصلا لسه ما بداتش الباسوي وكان في نيتك ان انت تبدا. الامر خف التكلفه الماديه بشكل كبير عن الناس اللي بتحضر لليو اس ام اي. ولكن برضو خلينا نذكر كنقطه، هو امتحان الستيب 2 سي اس كان دايما البروجرام دايركتورز، يعني الاشخاص اللي هم مسؤولين عن البروجرامز اللي انت هتقدم فيها عشان الماتش، بيستخدموه عشان تؤسس ان انت قادر تتعامل مع النظام الصحي في امريكا. فطبعا هو لحد الان مفيش حد قدم على الماتش بالحاجه الجديده دي، فاحنا طبعا ما نقدرش نتوقع، ولكن في حاجات يعني ما نقدرش نتوقع ايه الحاجات اللي هم استخدموها، ولكن في حاجات كومن هم يقدروا يستخدموها كبدائل للامر. يعني انا اقصد ان هو بيأسس ان انت اتعاملت مع النظام الصحي الامريكي بشكل كويس ونجحت في الامتحان، فده حاجه كويسه. فانا طبعا بنصح اي حد متاح ليه ان هو يعمل يو اس كلينيكال اكسبيرينس، يطلع الكتيف، دي هتبقى حاجه كويسه جدا في السي في بشكل عام، وهتبقى حاجه كويسه للبروجرام دايركتور. حد متاح ليه ان هو يعمل اوبزرفشيب، حد متاح ليه ان هو يعمل ريسيرش، الحاجات ديت هتبقى مهمه جدا جدا في السي في، ويعني هتفرق معاك جدا وانت بتقدم على الماتش. طبعا احنا عارفين برضو ان اليو اس ام ال ستيب 1 هتتحول، من ده طبعا برضو من الاخبار الكويسه يعني اللي احنا اعلنا عنها قبل كده، ان هتحول من سكور لباس وفيل مع بدايه 2022. فعشان كده برضو لازم نهتم بسكور ستيب 2 سي كي، لازم نهتم كتير جدا. يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي موجوده بسكور اللي ممكن برضو البروجرام دايركتورز يبص عليها. يعني كده اكون اتكلمت بشكل سريع عن اليو اس ام ال ستيب 2 سي اس. شاركوا الفيديو مع زمايلكم وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات الجايه نتكلم عن الاو اي تي والبدائل المتاحه، ونتكلم عن الالكتيف والريسيرش اكسبيرينس. بالتوفيق للجميع.